في جولة رقم 21 بين صالح عمر الملقب بالمديرية صاحب الشورت الأخضر والفانيلا البيضاء المخطط بالأسود، يصارع مع شبل نادي الثغرة الباز صاحب الفانيلا الحمراء والشورت السماوي، طبعا هو من نادي الثغرة الباز. نتمنى أنها تكون جولة فيها فنيات، فيها ثبات، فيها تركيز عالي لكي يستمتع جمهور المصارعة عبر قناة الليلة الرياضية اللي عندها حضور جميل في هذه الجمعة المباركة اللي بتقوم بتصوير هذا اللقاء القومي الودي اللي بنظم اتحاد الخرطوم للمصارعة السودانية. التماسك الآن التماسك بين مصارع الباز صاحب الفانيلا الحمراء ومصارع نادي هلال كردفان. التحرك الآن بقوة وبثبات، الآن محاولة من صالح عمر من المديرية بيحاول انه السيطرة على مجريات الجولة، ولكن مصارع نادي ثغرة الباز اللي يتعامل بتركيز ايضا ويتابع كل التحركات اللي جاية من هذا المصارع. طبعا الحكم ما يعمل مخالفة لانه مسك من الاصابع، واحدة من المخالفات الموجودة في المصارعة، والضربة بالعنق او الضغط على العنق من الحاجات الممنوعة في حلبة المصارعة السودانية. اذا محاولة من هذا المصارع ايضا مصارع نادي ثغرة الباز العمل محاولة قوية ومن أجل السيطرة على الرجل الشمال ولكن لم يتمكن. طبعا هو عمل محاولة جميلة أنه عاوز السيطرة على الرجل الشمال لكن وجد المديرية اللي تحرك بسرعة إلى الوراء. إذا تماسك الآن، والآن محاولة بلمسة فنية من المديرية. إذا محاولات من الطرفين، تفويت مديرية الآن يسيطر على الرجل اليمين ويتفوق على مصارع نادي ثغرة الباز، فلقطة جميلة ولقطة رائعة. إذا مديرية مصارع نادي كردفان استطاع أن يتفوق على مصارع نادي ثغرة الباز في جولة رقم